لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من موقع كتابات ومقال للكاتبة ولا سعيد السامراء، تقول فيه: أصوات كثيرة ارتفعت بعد غزو العراق تدعي بأن الولايات المتحدة ليس لديها خطة لما بعد الغزو، وأن ما تقوم به غير واضح، وأنها اقترفت أخطاء ولم تخطط لما بعد الغزو. لكن الوقائع على الأرض تفند هذه الادعاءات التي أريد منها تبرئة الإدارة الأمريكية من الجرائم التي تقترفها والتقليل من شأنها بحجة أنها ليس سوى أخطاء لا حاجة للتوقف عندها بعد عقدين من الزمن. يبدو أن موضوع الفساد الذي يغرق فيه العراق بفضل المحتلين وأتباعهم ليس إلا أحد أهم خطط محو وتدمير العراق، وليس أمرا طارئا ومؤقتا وفرديا يرافق عملية الاحتلال السياسية. لقد اقتصر تقاسم الكعكة في السنوات الأولى على أحزاب العملية السياسية ومحيطها القريب، لكنه سرعان ما بدأ يتوسع شيئا فشيئا ويتجذر يوما بعد يوم، ليصبح الأداة الناجعة للبقاء في السلطة وكسب الأتباع والمتعاطفين لهذا الحزب أو ذاك، وكسب دعم وود بعض الدول التي حصلت على مليارات بأسماء شركات وصفقات وهمية وحقيقية. وليس عبثاً أن تشكل حكومة الخضراء هيئة النزاهة مبكراً لتلهي الشعب العراقي بفساد هذا المسؤول أو ذاك، وليغرق العراقيون حسب قول الإيرانيين بالكلام عن الفساد فقط، ولا يلتفتون للوضع السياسي والاحتجاجات وإدانة عملية الاحتلال السياسي. وتشهد عدم مساءلة القضاء لعدد كبير من البرلمانيين والمتحزبين الذين اعترفوا وفضحوا الفساد وأقروا علناً أمام العراقيين بالصوت والصورة بسرقة الملايين وبوجود فساد وصفقات وهمية وعمولات هائلة وموظفين فضائيين في كل مرافق الدولة وبكل ما تقوم به الحكومة. تشهد جميعها على العلاقة البنيوية بين هذا الفساد الممنهج والمتعمد بهدف تدمير العراق دولة وشعباً، وبين المناصب السياسية والقضائية وغيرها. وأمثلة بيع المناصب والأصوات الأخيرة التي جرت قبل وبعد الانتخابات ليست إلا حلقة جديدة في مسلسل الفساد الملازم لعملية الاحتلال السياسية، ومثله فضيحة مبلغ 10 ملايين دولار الذي اكتشفته الشرطة الأسترالية في منزل أحد قادة الميليشيات المتصدرين للمشهد السياسي الميليشياوي الولائي بعد عملية سطو على منزله في سيدني. يقول الكاتب يحيى الكبيسي: أنتجت الانتخابات المبكرة التي جرت في 20 أكتوبر 2021 وضعاً غير مسبوق فيما يتعلق بعلاقات القوى السياسية بين الفرقاء السياسيين تحديداً المسلحين منهم، وهو ما فرض جملة من الإشكالات المتداخلة كشفت عن أزمة النظام السياسي في العراق. لقد أثبتت الوقائع أن لا أحد في العراق يلتزم بما يقوله الدستور أو تقرره القوانين، فقد أعطى الدستور العراقي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليد العليا والحصرية فيما يتعلق بالانتخابات، كما أن قانون المفوضية قرر أن الاعتراضات والطعون المتعلقة بالانتخابات تتولاها هيئة تمييزية قضائية مكونة من ثلاثة قضاة تمييز يفترض أن قراراتهم بات وغير قابلة للطعن، ومع ذلك لم يلتفت أحد إلى كل ما تقدم. بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات كان يفترض أن تكون الهيئة القضائية الثلاثية مرة أخرى هي الحكم الأخير في هذا الموضوع، فقراراتها باتة كما يقر القانون، لكن المحكمة الاتحادية قبلت الدعوى التي قدمها الإطار التنسيقي من دون أن يكون من اختصاصاتها النظر في قرارات قضائية صادرة عن هيئات مشكلة وفق القانون تكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. كما قررت المحكمة الاتحادية نفسها في عشرات المسائل، وانتظرت أكثر من شهر لتعلن في النهاية أنه ليس من اختصاصها النظر في هكذا دعوى من الأصل، مع الإفراط هذه المرة في تجاوز صلاحياتها واختصاصاتها والمنطق نفسه لتتحول من مؤول إلى مشرع حين قررت وجوب تعديل قانون الانتخابات
واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلاً من العد والفرز الإلكتروني. وكان واضحاً للجميع أن هذا التأخير في تقرير بديهية قانونية كان لأغراض سياسية تتمثل في إتاحة الوقت للفرقاء السياسيين للوصول إلى توافق سياسي لا يمكن فهم تراكم الانتهاكات التي تقوم بها المحكمة الاتحادية إلا في سياقها السياسي، وهو سياق يجعل الدستور والقانون مجرد أداة تستخدم لشرعنة هذا السياق السياسي مهما انحرف وانتهك، وهو ما يثبت أن الأزمة الحقيقية في العراق تكمن في النظام السياسي نفسه. من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ ما قال للكاتبة ثائر أكرم العقادي، تقول فيه: الاحتفالات التي تناقلتها القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل لمجاميع مسلحة تحرق المساجد وتدمرها بحجة أنها مساجد ضرار، حصلت بتواطؤ مع السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. هذه المشاهد تنذر بخطر عظيم ونتائج سلبية وكارثية على الشعب العراقي، لأنها سمحت لمجاميع مسلحة لا تخضع للقوانين ولا الضوابط الشرعية أو العرفية أن تتصرف كما يحلو لها، إذ كيف يسمح لمجاميع مسلحة أن تأخذ زمام المبادرة في تنفيذ القانون بحجة الدفاع عن الدين والمذهب، مما يجعل الشعب رهينة بيد هؤلاء. وقد تكررت هذه الأفعال الهمجية، فرأينا هذه المجاميع مرة تحرق مقر جريدة ومرة قناة تلفزيونية. ما يميز جريمة حرق المساجد هذه هي أن الزعامات التي تدعي الإسلام هي تطعنه علناً وأمام الملأ، لكن بسبب التخلف الذي أصبح واسع الأرجاء عميق الجذور وسياسة التجهيل، المشكلة الكبيرة التي حرصت الزعامات الدينية والسياسية على إشاعتها في المجتمع العراقي ترى الناس يحجمون عن استنكار مثل هذه الجرائم وينكفئون على أنفسهم في محاربة التهام الفقر والجوع لهم، ليتصدر المتحزبون والمشاركون في تدمير العراق المشهد ويقلبوا الموازين ويجمعوا بين المتناقضات. ففي الوقت الذي ينادي فيه الصدريون بالإصلاح وفرض سلطة القانون يقومون بحرق المساجد وسرقة الممتلكات وترويع العوائل، فهل تأتي هذه الأفعال بدافع التخلف؟ أم في إطار سياسة التجهيل لجعل الشعب العراقي أكثر طائفية لينخدع باسم الطائفة ويكون مستعداً لقبول الذل والمهانة والتبعية العمياء ليستمر حكم المعممين له لأنهم من طائفته بعيداً عن كفاءة هذا الشخص وأمانته؟ فهل نجح الفاسدون في فرض هذه المعادلة؟ الإجابة تكمن في مواقف الشعب من استمرار ظلم المساكين وإفقار الشعب وتخلفه وعدم استنكار الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق العراقيين، وعدم سعي الشعب لتغيير اتجاه البلاد من الانحدار إلى عمق الهاوية إلى عزة البلد واستقلاله واحترام الإنسان العراقي وحفظ كرامته. نطالع مقال الكاتب ساري عرابي، يقول فيه: تنتهج إسرائيل في مواجهتها للحالة الكفاحية في فلسطين منذ أحداث أيار مايو الماضي سياسة مركبة لا تبدو بعيدة عن خطة إدارة الصراع التي صكها المستوطن والأكاديمي الإسرائيلي ميخا جودمان، وتبناها على نحو نسبي رئيس حكومة الاحتلال الحالي نفتالي بنت، والتي تعيد توظيف أفكار إدارة الصراع والسلام الاقتصادي لتجاوز أطروحة حل الدولتين نهائياً، وفي الوقت نفسه تحيد الفلسطينيين عن القيام بواجبهم التاريخي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة خطوات متدرجة اقتصادية وأمنية تقلص من وطأة الإحساس بحضور الاحتلال المباشر. على المستوى الاستراتيجي البعيد، تهدف خطة تقليص الصراع إلى تقليص الاحتكاك الفلسطيني الإسرائيلي الفيزيائي المباشر، بما يستدعي التعديل على أدوات الضبط والسيطرة ومظاهر التداخل الموجودة في الضفة الغربية من حواجز وأبراج مراقبة وبوابات حديدية وطرق التفافية وكاميرات مراقبة. هي ذات وظيفة أمنية بالمفهوم المباشر وبالفهوم الاستراتيجية، يعني ذلك أن تبقى إسرائيل متحكمة بمسار الحركة الفلسطينية دون انسحاب من الضفة الغربية ودون احتكاك مباشر بالفلسطينيين
بما يقتضي أن تفتح لهم مسارات خاصة متواصلة بين مدن الضفة الغربية تخلو من حضور إسرائيلي عسكري أو استيطاني كثيف داخل هذه المسارات، ويعضد ذلك بطبيعة الحال تسهيلات اقتصادية واضحة من قبيل زيادة الأيدي العاملة من الضفة الغربية في الداخل المحتل عام 1948، وإيجاد منافذ للتجارة والسفر للفلسطينيين تجاه العالم الخارجي مسيطر عليها، ولكنها أكثر حيوية وسلاسة وأقل حملاً لمظاهر الاحتلال، بما يفضي إلى تأبيد الاحتلال وتزيين وقائع الفصل العنصري وخلق شعور بالارتياح لدى الفلسطيني إزاء الواقع المحكوم باحتلال خفيف الوطأة. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك ينذر باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. وأوضح الموقع في تقرير لميرون روبابورت إن اندلاع أي انتفاضة قادمة سيكون من الصعب احتواؤها. وأضاف بحسب التقرير أن الشلل السياسي والضغط الذي يمارسه اليمين يخلقان وضعا في إسرائيل وفلسطين قد يخدو خارج السيطرة. بشكل عام تتركز النقاشات حول الانتفاضة الجديدة على الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهذا منظور صحيح، لأن الانتفاضات أولاً وقبل كل شيء هي رد فعل فلسطيني على الاحتلال. ولكن في نفس الوقت من المفيد التأمل في الجانب الإسرائيلي والذي يعاني من مشكلة حقيقية من الناحية السياسية حالياً. اندلعت الانتفاضة الأولى عندما كان لدى إسرائيل ما يسمى حكومة وحدة وطنية تتشكل من الليكود وحزب العمل، كان إسحاق شمير من الليكود هو رئيس الوزراء، وإسحاق رابين من حزب العمال هو وزير الدفاع. من المعروف أن حكومات الوحدة الوطنية وصفة للشلل، وذلك أنها تعتمد على فكرة أن ما هو مهم هو أن يكون اليهود من اليمين ومن اليسار في توافق واتفاق، وهذا يتم التوصل إليه من خلال تجنب المسائل السياسية مثل الاحتلال والمستوطنات. يصعب في الوقت الحالي معرفة مدى ما قد تصل إليه تداعيات هذه التطورات، فبعد اجتياح الشرطة للمصلى القبلي في المسجد الأقصى أعلن حزب رآم برئاسة منصور عباس تعليق مشاركته في الائتلاف. يصعب رؤية من في إسرائيل اليوم يملك القدرة على إعمال الكوابح، فمن المؤكد أن الوضع الحالي يمهد للدخول في حالة من العنف وبالتالي تفجير انتفاضة جديدة. سلط كاتب أمريكي الضوء على العمليات التي قامت بها قوات المرتزقة الروسية فاغنر في ليبيا وحجم الخراب الذي أحدثته وراءها منذ أن استدعيت للمشاركة في الهجوم على العاصمة طرابلس ربيع عام 2019 ومشاركتها مؤخرا في الحرب على أوكرانيا. وقال في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والضابط السابق في الجيش الأمريكي فريدريك، ويرى أن قوات الفاغنر الروسية اختبرت ليبيا في إطار سيناريوهات مصغرة للحرب الدائرة في أوكرانيا حالياً. إن المرة الأخيرة التي حاولت فيها القوات الروسية الإطاحة بحكومة معترف بها دولياً كانت في بلد بعيد عن أوروبا الشرقية وعلى نطاق أصغر بكثير من حرب اليوم في أوكرانيا، مشدداً على أن ما رآه في ليبيا لم يكن أقل ترويعاً للمدنيين ومضراً بالسيادة الوطنية، بل كان ميدان اختبار للصراع المستعر الآن في أوكرانيا في ربيع عام 2019. وصل إلى مشارف طرابلس حوالي 1000 مقاتل من فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة تعمل أساساً كذراع سرية لبوتين، إلى جانب انضمام أفراد عسكريين روس نظاميين إلى ميليشيات أحد أمراء الحرب الليبيين قوات حفتر في محاولة للإطاحة بالحكومة القائمة. ولفت ويري إلى أن مرتزقة فاغنر أحدثوا فرقاً، وعلى الرغم من أنهم دون المستوى المطلوب وفقاً للمعايير العسكرية الغربية. ويضيف ويري الذي زار طرابلس ومناطق صراع أخرى في أفريقيا قائلاً: أخبرني أحد القادة في الجانب الحكومي أن 30% من الوفيات في وحدته كانت بسبب قناصة روس، مشدداً على أن المدنيين الليبيين تحملوا وطأة هجوم فاغنر، ولقيت عائلات بأكملها حتفها
تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الروسي. وبعد أشهر قتلت الألغام والأشراك المتفجرة التي زرعها مقاتلو فاغنر حول طرابلس العشرات. تشد الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في 24 من شباط فبراير الماضي آلاماً ودموعاً مماثلة لنظيرتها التي أنهت عامها 11 في سوريا. تحمل الصور الملتقطة في البلدين أوجه تشابه كبيرة، فصور القذائف والصواريخ والقنابل التي أشعلت النيران في تدمر وحلب وإدلب وغيرها من المدن السورية تكاد تتطابق مع صور الحرائق التي خلفتها الهجمات الروسية في خاركيف وميريوبول. والشظايا التي أصابت المسنات في أوكرانيا ذاقت السوريات طعمها خلال السنوات الماضية، وفي الصور تتشابه ضحايا الدمار الذي شهدته إدلب ويتكرر في أوكرانيا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.